إذن لتحميل لعبة زمن المحاربين يأتي إلى جوجل، نكتب زمن المحاربين ثم ندخل الموقع الرئيسي، نضغط هنا ثم بعد ذلك ننزل إلى أسفل، ننزل إلى أسفل هنا ثم هنا نختار التنزيل. سبق وشرحنا طريقة التنزيل، هنا سأشرح لكم طريقة حل مشكلة تنزيل اللعبة. مثلا إذا قمنا بالضغط هنا على إصدار كامل سيأخذنا إلى موقع ميجا. هذا الموقع غالبا إذا كان لديك المكافح للفيروسات أو ويندوز 10 فإنه غالبا لا يريد أو يعني لا تستطيع أن تحمل هذه الملفات بسهولة. لذلك سأقدم لكم اليوم الحل لحل هذه المشكلة وتحميل هذه الملفات التي من هذا الموقع. كما ترون هذه هي الملفات، تابعوا معي الفيديو. أما شرح طريقة التسجيل سوف تجدون رابط الفيديو يعني أسفل يعني في الوصف بطريقة التسجيل بالتفصيل. هنا فقط طريقة حل مشكلة تحميل لعبة زمن المحاربين، تابعوا معي الفيديو. إذن يا أصدقائي، إذا حدث معك مشكلة في تحميل لعبة زمن المحاربين من هذا الموقع أو أي ملف من هذا الموقع ميجا، فالطريقة سأريكم الطريقة الآن. ندخل إلى هذا الموقع الذي سوف تجدونه أسفل الفيديو، ننتظر موقعنا، نضغط هنا، تدبل بهذا الشكل، نضغط هنا create download link، ننزل أسفل، بعدها نضغط على click here to download، هو يتم تحميل البرنامج، ثم دبل كليك عليه لفتحه، ثم نضغط على wizard finish. لن يعطيك هذا، أنا سبق و هنا نقوم بتسطيب هذا البرنامج. نضغط next install، بعد ذلك نضغط finish، سيعطينا هذه اللائحة. نضغط setting، نختار هنا مكان سنضع عليه الملفات، نختار domain select folder، ثم هنا نكتب 8 هنا 32 ثم save. الآن نعود إلى الملفات، نأخذ ننسخ الرابط من هنا كوبي، ثم نفتح البرنامج، ثم نضغط add links، نضغط ننسخ الرابط هنا، نضغط هنا وهو أعطانا الفولدر بجميع ملفاته فقط، ثم نضغط start. مباشرة إذن هنا يبدأ التحميل. كما ترون تم تحميل الملفات لأنها ملفات صغيرة، تبقى فقط هذا الملف. سوف ننتظر الآن يتم تحميل 5 جيجا. هكذا نتخلص من مشكلة الميجا. نزل ننسخ هذا مسار، ماذا بنا هنا نكتب task manager، task manager ناخذ هذا نضغط run new task manager، هنا نكتب لا نكتب slash اولا سلاش. ثم نكتب ناخذ هذا ننسخ هذا هذا
هكذا يتم تثبيت بنجاح، يتم تثبيت الآن. اوكي ستوب، تثبيت لعبة زمن المحاربين حاليا، ننتظر انتهاء التثبيت. ثم نضغط فينيش. اذا في البداية سيظهر معك هذا الشيء، نضغط نقوم باغلاق هذه النافذة، ثم اذهب لتحميل الباتش، نذهب الى الموقع الذي اسفل او نضغط على التنزيل ثم نضغط على الباتش. وهكذا نضع مكان تحميل الباتش ثم نضغط سيف، ويتم تحميل الباتش مباشرة من الموقع الرئيسي. عندما ينتهي من التحميل نضغط على هذا كي يذهب مباشرة الى الفتح، سيأخذنا مباشرة الى مكان الباتش. اذا نضغط هنا كوبي او ننسخه او كات، يعني نضغط كات او كوبي. اذا ناتي الى هذه الايقونة، نضغط يمين الماوس ثم نختار open field location، سيأخذنا الى المكان هذا المجند. نضع هنا الباتش باست او كولي، ننسخ الباتش هنا على هذا المجند، ثم نضغط على نترك الامور بهذا الشكل ونمر الى الخطوة التالية. وذلك سنقوم باستخراج هذه الملفات استراكت هي المزيد. هنا ناخذ هذه الملفات اوكي، نضعها في الملف الرئيسي هنا open file location، نضغط post او كولي، نضغط replace files، وهكذا ضغطت الان هنا على الباتش و يتم الدخول مباشرة. هكذا يتم الدخول زمان المحاربين.